كريم، وتحية لمتتبعي هذا المنبر الإعلامي نشال الآن، ورمضان مبارك سعيد على كل المغاربة. أكيد أن هذا الموضوع يعني أثار كثير من الجدل، وأعتقد أنه أصبح موضوع الشارع على مستوى منطقة سيدي عثمان أو على مستوى الحي الذي نقطن به أو الحي الذي تواجد به هذا النادي العريق كما أشرتم إليه، والذي أسس سنة 1944. هذه الذكرى العزيزة على كل المغاربة، ألا وهي ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال. إذا رجوعا إلى الموضوع، أعتقد أن الرياضة عندما أنشئت منذ بداية الحياة كما أردنا القول، فالرياضة جاءت من أجل تبادل ماذا يعني أنا أقول؟ تبادل الثقافات وتبادل الحوارات، وجاءت من أجل التسامح، وجاءت من أجل يعني ترسيخ قيم التضامن وقيم يعني حل مشاكل الحروب التي كانت آنذاك. فمن العيب ومن العار أن نتحدث اليوم عن بعض التدوينات التي أشار إليها البعض خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى لغة يعني التهديد والوعيد. أظن أن هذه الأشياء هذه لا تبث للرياضة بصلة، وليست لها أي علاقة بنادي يعني نحترمه، نادي نقدره. يعني عندما نتكلم عن نادي أولمبيك بوجنيبة مثله في ذلك مثل كل الفرق الوطنية التي تلعب يعني داخل أقسام الهواة، نتبادل التحايا، نتبادل التحيات، نتبادل نحن إخوة خارج رقعة الملعب، وداخل رقعة الملعب فتنظن أن تبقى كرة القدم اللي كل واحد فينا مفروض أنه يقدم طابق كروي جميل، وفي ذلك فتنافس المتنافسون. أعتقد أن الوضعية ديال نادي وفا وداد، والوضعية حتى ديال أولمبيك بوجنيبة، فهي وضعية شيئا ما لغة يعني وضعية متناقضة، على اعتبار أن فريق وفا وداد هو فريق يعني تلعب من أجل الصدارة ومن أجل تحقيق الصعود هذا السنة، ولما لا، وهذا حق مشروع. وكذلك عندما نتكلم على فريق أولمبيك بوجنيبة الذي نكن له كل التقدير والاحترام، هو كذلك فريق يعني يبحث عن الانعتاق من النزول، وبالتالي ضمان البقاء دياله داخل أقسام الهواة. وخلال مرحلة الذهاب يعني استقبلنا فريق أولمبيك بوجنيبة بباقة من الورود، وهذه ثقافة المغاربة وهذه عادات المغاربة. وانتهت المباراة يعني بانتصار الفريق الضيف على على على, على فريق أولمبيك بوجنيبة بحصة 1-0. لم تكن هناك أي أحداث، لم تكن هناك أي صراعات يعني، ودات الأمور بشكل هو طبيعي. الآن عندما تقترب البطولة من نهاية ديالها، يعني عند بداية نهاية البطولة، أعتقد أن تكون شيئا ما من التصعيد، ولكن لا أظن على ذلك، على اعتبار أننا ولله الحمد يعني مملكتنا الشريفة اليوم فهي حقت يعني حقت يعني حقت مشوار كبير فيما يخص كرة القدم الوطنية. يعني الحمد لله أن المغرب هو مقبل على تنظيم إحدى التظاهرات العالمية، ألا وهي كأس العالم، تنظيم كأس إفريقيا، تنظيم كأس العالم لأقل من 17 سنة أظن لمدة 5 سنوات متتالية، الأندية الوطنية إلى آخره. وبالتالي نحن كمسؤولون أو كجماهير أو كلاعبين المفروض أن نسوق هذه الصورة الجميلة، وبالتالي تبقى كرة القدم هي مباراة فقط في 90 دقيقة، ويبقى الجمهور العاشق والمحب للفريق ديالو أن يشجع. ولكن أن ندخل في حيثيات مثل هذه الأمور، أعتقد أن هذه أمور يعني يندل لها الجميل، ونتمنى أن تمر يعني مباراة نادي وفا وداد يعني بأصدقائنا وإخواننا بأولمبيك بوجنيبة يعني في جو تنسوده الروح الرياضية وتنسوده الأخوة والمودة والصداقة، لما تجمعنا من علاقات يعني تاريخية مع هذا النادي. فهذا النادي هو ماشي ولد اليوم، حنا تنعرفوا النادي ديال أولمبيك بوجنيبة، ولله الحمد حنا تنشكروا من هذا المنبر هذا على الرجوع ديالو لهذا القسم هذا. كذلك فريق بوجنيبة فريق لا يستهان به، فريق اللي قادر أنه يضمن البقاء ديالو في قسم الهواة، عنده لاعبين ممتازين. ولكن للأسف الشديد هو أن هذه الأحداث التي عاشها فريق أولمبيك بوجنيبة، وأخص بالذكر الحدث الذي سبق وأن يعني تتبعنا مع نادي الرجاء البيضاوي، ثم بعد ذلك نادي حسنية خريبكة الذي كذلك نكن كرة احترام، فلا أعتقد أن مثل هذه الظواهر يعني أن تتكرر، فهمتيني؟ فعلينا نحن كمسؤولون وعلى اللاعبين وعلى الجماهير أن ترقى إلى مستوى سامي رفيع، من شأنه أن نسوق إلى روح رياضية
اللي الاساس ديالها هو الاحترام، هو التربيه، هو الاخلاق. وكيف تنقولوا لو سبو يعني لو سبور سي اون ديسيبلين افون تيتر اون براتيك. شكرا. شكرا سي بحري على هذا التوضيح هذا. ولكن سي البحري بغينا نسولوك، واش ربما المسيرين ديال هذا الفريق هذا واش في راسهم هذه التدوينه هذه؟ فاظن ان عندما تنتكلموا على واحد المسؤول فذاك المسؤول يعني تيبقى هو المشرف العام على النادي، وتنظن ان الثقه ديال الجماهير ولا الثقه ديال الجهات المسؤوله ولا ثقته هو في نفسه، فلا اظن ان كاين شي مسؤول اللي غير ذا او تسمح ليه نفسه باش ان ناس يقوموا بهذا الامور هذا. اظن ان الكل يتبرأ من هذه التدوينات، وتنظن ان راه الحمد لله يعني المغرب ديالنا ولله الحمد راه بلد الامن والامان. وبهذا المنبر تنبغيو نحييو يعني رجال الامن والدرك الملكي والقوات المساعده اللي تبذلوا واحد المجهودات جباره من اجل حمايه اللاعبين وحمايه الجماهير. فتنظن ان الحمد لله يعني المباراه ديالنا ضد اولمبيك بوجنيبه فماشي غادي نلعبوا غير حنا وياهم فقط، فغادي نلعبوا حنا وياهم وغادي يكون الحضور ديال الامن، واكيد ان الحضور ديال الامن ممكن ليه اللي يحمينا ويحميهم ويحمي المباراه. وبطبيعه الحال هذا ما فيه الا خدمه لكره القدم الوطنيه. حيت هاد بالنسبه لهاد الشغب هذا فيه توقع الوفا وداد واحد الوقت قبل ما تطلع الوفا وداد الدوزيام ديفيزيون، راه كان وقع عليه هذا مع فريق الفقيه بن صالح. يعني وقع عليه واحد المشكل كبير له، مهما ذلك كاين الامن ولله الاقتضاد ديال رجال الامن. وحنا حنا حنا بصراحه باش نكونوا واضحين ونكونوا صرحاء، يعني هذه الاحداث ديال الشغب يعني في الاونه الاخيره يعني قل شانها مقارنه مع الاحداث التي كنا نعيشها في سنوات مضت. يعني اعتبر ان هذه الاحداث التي وقعت او التي يقع القانوني على اطارها يعني الحبي الودي التنافسي، اقصد هنا المنافسه الشريفه، فامنا باش اننا هذيك الجماهير التي سوف تحج الى الملعب ان تشوف واحد الطابق كروي جميل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صحيح ان كره القدم سي ليغاليتي دي شونس ليغاليتي دي ريزولتا، حنا عازمين باش اننا نحققوا نتيجه ايجابيه، المسؤوليه حاسين بها اللاعبين ديالنا وحظ موفق الفريق الفائز. فحنا الا انتصرنا غادي نكونوا اكثر سعاده ونكونوا سعداء بزاف بحكم اننا غنبقاو متصدرين الترتيب، وفي حاله لكانت شي نتيجه اللي ربما معاكسه لصالح الفريق الخصم فحنا غادي نصفقوا عليه وغادي نتمنوا ليه حظ موفق في باقي المباريات. المهم ملي كتكون التهديدات هذه سي البحري تما كرياضيين كيكون التهديدات هذه واش حنا فين عايشين فين؟ تهديدات بان واحد بغى يقطع عليه راسه، واحد بغى يضرب بالملقاطة، واحد اشد الاخ الكريم باش نكونوا واضحين، تنظن ان اي واحد فهو ماجوغي فاكسيني، بمعنى ان الانسان اذا كان عاقل وناضج وصل واحد الدرجه من الرقي واحد الدرجه من السن فلا اعتقد انه يقوم بهذه التدوينات هذو. ولا قام بهذه التدوينات هذو فتظن ان القانون ممكن ياخذ مجراه في حاله وقوع حدث من هذا النوع هذا، لان لا يعقل باش انني نوض انا ونكتب بعض التدوينات التي تسيء الى طرف اخر. فتظن ان بلادنا الحمد لله هي بلاد القانون، ونتمناو باش ان هذه المباراه ديالنا هذه تكون بعيده كل بعد على كل اشكال الشغب. احنا بصفتنا كتقنيين فاحنا ما تنوصلوش للاعبين ديالنا هاد الامور هذا، اللاعبين ديالنا مركزين على المباراه ومركزين على التدريب كي تشوف هاد المسائل وقوع احداث اكثر من التنبأ الى ان المباراه غتكون مباراه في المستوى مع الاخوان ديالنا ديال اولمبيك بوجنوبا اللي تنقدروهم وتنكونوا لهم كل التقدير والاحترام وتيبقاو خوتنا هذوك. حنا ومشاهد القناه نيشان الان يعني مازلنا غناخذوا بعد التوضيحات من عند بعد الاخبار.